عيد مبارك إن شاء الله للجميع، وبالمناسبة أجدد يعني طلبي لمواطني هذه الولاية لي يعني تحلي بروح المسؤولية واحترام يعني كل ما يتخذ من قرارات على المستوى الوطني أو المستوى المحلي فيما يخص يعني محاربة هذا الوباء هذا، إن شاء الله ربي يرفع علينا إن شاء الله، وعيد سعيد مرة أخرى لكل سكان ولاية عنبة. لعل عيد ربي إن شاء الله يرفع لنا هذا البلاء بمناسبة هذا العيد، يغفر لنا ربي ويرحمنا، وتكون لنا موعظة يعني نفيقوا باللي هذا كانت رسالة من عند ربي سبحانه، خاطر الوقت عاد ما عادش يعجب، عاد الوقت ما عادش يعجب، نبداهم صلة الرحيم اللي قريب تنقطع، وهذه نقول نتمنى يعني الأمة الإسلامية قاطبة يعني. عيد سعيد إن شاء الله، وربي يغفر لنا جميعا ولينا احنا الجزائريين، والحمد لله رب العالمين. وهذه تحية العيد المبارك لكل عائلات دار المصطفى لكفالة اليتيم، وكل أطفال دار المصطفى لكفالة اليتيم لهم عيد سعيد. وخص بالذكر عائلتي وأمي الحنون، عيد سعيد وكل عام وأنت بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك نتقدم جمعية دار المصطفى بأحر التهاني للشعب العنابي خاصة، والشعب الجزائري عامة، وللأمة الإسلامية أجمعين. رجينا من الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والوباء والسلام. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بأسماء آيات التبريكات والتهاني الحارة إلى أولا إلى محسني الجمعية، خاصة تحية الشكر والتقدير لجميع المحسنين الذين يدعمون الجمعية، وتقدم أيضا بأسماء التبريكات والتهاني إلى كافة الأمة الإسلامية، عاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركة. يا من في قلبي مسكنكم، كنوز الأرض أفديكم، وبعيد الفطر أهنيكم، أعاده الودود علينا وعليكم. من خلال قناة الأنيس أهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك، ربي يتقبل منا الصيام والقيام. نتمنى تكون الأعياد تاعنا الجاية خير من هذه، نتمنى ربي سبحانه يرفع علينا البلاء. نشكر طاقم قناة الأنيس والسلام عليكم. قناة الأنيس وهنئ الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بعيد الفطر، ربي يتقبل صيامنا ورمضان إن شاء الله. عيد مبارك للشعب الجزائري، كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير، والأمة الإسلامية وجميع سكان الأرض بخير. نتمنى من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء حتى يسعد كل الأطفال بالبهجة والسرور. أصدقائي الصغار، أتمنى لكم عيد سعيد وعمر مديد، وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه العطلة الطويلة. حاولوا قدر الإمكان أن تستفيدوا منها بالمطالعة، كما يقول المثل، وخير جليس في الأنام الكتاب، الكتاب والكتاب. وتحياتي وكل عام وأنتم بخير.